هذا السيق واحد يجيب سبيدك يروح بشليك. مرحبا بكم الناس الكل، انا راح اتوقف الفاكي معكم تشوفوا، والفيو ياسر مزيان الله يصلي على النبي. احنا تو في ثنيتنا لولاية جندوبة، بالضبط ماشيين المحمية بتاع الكيش. كيما راكم تشوفوا مازلنا كهبطنا بالكار، ذوما طرف بلايك معناتها يوريك الباركور ما يضيعش الواحد فيه الكل. هكا نصور لك الغزالة، تلقى غزالات يدور الداخل. لهنا قال لك رد بالك تصطاد الغزال. كيف كيف هذا البلايك كله معناتها يوريك الثنية ما يضيعش الواحد هكا تنساو تصوروهم بالتليفون.
زي بلاد اخر نقطة في كل حدود بتاع تونس بتاعت 205 كيلومتر حاجة كي حاجة قليلة معناتها وقتها ما تلقى راحت فيها وبقتني راه وصلنا للبلاصة هذي احنا ما واحد تعوج ثلاثة سوايع مشي ولا قدية واحد ما عاش فيه ما عاش فيه تونا راجعين كنا نسمع حاجة كبيرة بعدها عالية شوف كمان الخلاصة هي الكل كان كبيرة من لذيذ واحد هكا تم في توضا من جوا كان يصلح شيء يعني من جوا والله نورمال مو نظيف يعني طبيعي يعني. ميه هابط من الينبوع هاي جيت تدخل بلادي مشينا تعرف كيف كيف بدات تضيع اخرين وقديت وما طلعت باش خلطنا للبلاصه هذه ما بقاتني تتحط معناتها التعب اللي تعبناه باش نخطط فيها فيو مش نورمال معناتها فكرة بس تشوفها تونس الكل من فوق معناتها كي تطلع وانا جيت معناتها في سبادي وصلت لهنا ما خلطت كان بشليكة معناتها ما عادش شيء سبادي كيما شفتو في اول فيديو هذيك دخلت صار لي عني بيه معناتها واحد جاب سبادي يروح بيه نفوق من بعضه انت بتشوف الحبيب كيف تعيد بلغتنا لو بتطلع لنا البلاصة هذه صعيبة مع تعيد الدروج عاملينه كأنه سلوم ولكن فيها واقع فكرة طب ايشي بالطول الكل انا بشوف كثير عاش فرصة نزل شيء ونزل فوق الكل صورت هاي الكاميرا عند مين توا معناها اه هي بيان سور يا اخي هاي ونطلع بعد
وبعد ما وصلنا لمشت بيدك ولا شليك بيدك ولا شليك ولا شليك بعد ما سفروا البيوت فتحكم عليها هذه أعلى نقطة في البلاصة دي الناس بتشوف منها الدكة الكل معناتها تعبية البلود ده تولي تشوف ما عاش تشوفهم جملة معناتها كم الميل صغار على الدخل والبلاصة دي هذه بيت هي عاملين Thank you.
فيني وصلني للدار انا تو سيء ما كيلومتر. ها؟ خليه لهنا عملنا ونروح خفيا خير. وتو وصلنا داخل الفيديو كيما تشوفوا انا رجعنا في قاعدة في الدار مروحين بلاصة معبية بالعلالج ما لقينا حتى غزالة ما كان العلالج والمعيش هناك او باقي محمية بتاع علالج. ما تنسيوش تعملوا لايك شير سبسكرايب والسلام عليكم.